وسيقال الآن قليل في حق هذا الدكتور. الدكتور هشام نصيب الإنسان، وهنا أستعين بالفيزياء لأقول مركز الثقة في شخصيته، لأنه يعني دكتور فيزياء بالمناسبة، ومفكر وباحث ورجل علم، فيلسوف فكره حضاري نير، وأهم من كتب عن الثقافة العلمية في الأردن والعالم العربي. نطقت قوانين الفيزياء بفكره الإبداعي، وباركت ثقافته الأصيلة، وجسدت مرجعيته الإنسانية النبيلة، مثقف نادر التكرار، ولم تمنعه واجباته الإدارية الناجحة في رئاسة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من إعداد مجموعة من أفضل المؤلفات حول العقل العلمي وفلسفة العلم والماركسية، وقد تم جمع كل مؤلفاته في 5 مجلدات أنيقة أصدرها البنك الأهلي مؤخرا، بحوثه جادة مثيرة للعقل. اسمحوا لي فقط أن أعرج وإياكم قليلا إلى حديقة أفكاره وإبداعاته، لنعطي بعضا من ورود هذه الحديقة، لأننا وكما أعتقد في هذه الأيام أصبحنا بحاجة إلى أن نستخدم جميع حواسنا، علنا بذلك نحقق شيئا مما نسعى إليه. دكتور يقول الحداثة منظومة معقدة ومتشعبة، أحاول أن أسلط الضوء على بعض ملامحها الجوهرية. من هذه الملامح الجوهرية يا نهائيتها على كل صعيد، كما أنها تتصل باكتشافين جوهرين هما اكتشاف الطبيعة بوصفها كياناً مادياً مستقلاً، واكتشاف الإنسان بوصفه فرداً خلاقاً وتاريخاً ومجتمعاً. فقد بدأت الحداثة بإدراك مادية الطبيعة ومحورية الإنسان، ويمكن القول أن العلم الطبيعي جاء تجسيداً لهذا المشروع الحداثي وشكل محوراً أساسياً من محاوره. فالعلم الحديث ليس حيادياً بهذا المعنى، وإنما هو حداثي حتى النخاع. وأذكر في هذا السياق أن عنصراً أساسياً من عناصر الحداثة هو اكتشاف قيمة الفرد بوصفه ذاتاً خلاقة. فالفرد وفق الحداثة تنبع قيمته من ذاته، لا من ملته ولا من قبيلته ولا من عشيرته. وهذه الفكرة الحداثوية الجوهرية لم يفلح عرب اليوم في استيعابها فكرياً واجتماعياً. وكذلك دعا المدارس والجامعات، معلش لو أطلت شوية أشياء كثير حلوة نبدأ فيها اليوم، على المدارس والجامعات أن ترفع سوية الوعي الثقافي ومحي الأمية بكافة أشكالها، من خلال التركيز على العشق الإبداعي في العمل الثقافي، عشق الحياة والحرية والحق والخير والجمال، لأنهما مصدر الكتابة الإبداعية والقراءة الجدية، فهما فعلان إلهيان، لأنهما يجسدان ملكتين إلهيتين للإنسان، هما الفهم والخيال، وهذا منبع كل إبداع في مجتمعه. وأيضا للدكتور يولي عامل اللغة أهمية خاصة في وحدة النضال ضد الإمبريالية والرأسمالية، والشيء الرائع عن الدكتور هشام أنه لا يلحن في اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى ذلك. شرف أن نتعلم منه كعالم بارز الفكر والفلسفة والبحث العلمي، وأن يكون النموذج الذي يحتذى في خول كلمة الحق، فهو لا يخشى في الحق لومة لائم، وكيف يخشى ذلك وهو صاحب ضمير حي وانتماء صادق أصيل لإنسانيته ووطنه. تحية للدكتور هشام نصيب دائما، وإلى مزيد من العطاء الفكري يغني به فكرة العربي ومكتبتنا الحديثة، وينفض غبار التحجر والانغلاق عن عقولنا. فقط هو يحمل شهادة الدكتوراه بالفيزياء النظرية من جامعة ليدز في بريطانيا، وعمل رئيسا لقسم الثقافة العلمية من الجمعية العلمية الملكية، يعمل حاليا رئيسا لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وضع العديد من المؤلفات، أستطيع أن أذكر بعض ثقافتنا في ضوء تبعيتنا ومقومات التصور الثوري الديمقراطية، هل هناك عقل عربي، جدل الوعي العلمي، له عشرات البحوث المنشورة، وهذا غيظ من فايض نرحب به دائما، وأرجو أن نستفيد اليوم من ورقته في مجال الإبداع. شكرا لكم، تفضل.
شكرا للاستاذ عبد الشاهين على هذا التقديم. الحقيقه يعني تعجز الكلمات عن تعبير عما شعرت به من شعور بالغبطه، لانني اعتز بهذه الشهاده ان تاتي من مثل هذا الصديق المبدع ايضا في ادارته لمدرسه من الجهه الجديده. فشكرا جزيلا للصديق الاستاذ عبد الشاهين. في الواقع انا احترت في اختيار موضوع لهذا المؤتمر الدولي المهم، وبالنهايه اقترح علي صديقي الدكتور تيسير صبحي ان اقدم ورقه سبق ان قدمتها العام الماضي في مؤتمر الاكسلنس ان ادوكيشن في اولم في المانيا، ولكن قدمتها في ذلك المؤتمر باللغه الانجليزيه، فاقترح علي ان اقدم هذه الورقه باللغه العربيه لكون اغلب المشاركين في المؤتمر عرب. واخترت العنوان الاتي لهذه الورقه: الابداع في صناعه المعرفه. الابداع بمعنى كرياتيفيتي، خلق. ربما نحن نخاف من كلمه خلق، ولكن ربما الكلمه الادق هي الخلق في صناعه المعرفه. الابداع هو الخلق في صناعه المعرفه. وكما قلت، هذه ورقه مكتوبه باللغه الانجليزيه، ولكن عبرت عنها في هذا التقديم باللغه العربيه. في الواقع اريد ان اتكلم عن صناعه المعرفه. صناعه المعرفه من حيث المكونات، من حيث الاليات، من جميع اوجهها. ولكن صناعه المعرفه هي معلم رئيسي من معالم العصر الحديث، من معالم اخر 200 عام ربما في تاريخ البشر. المعرفه فجاه تفجرت في اخر 400 سنه. المعرفه كانت صناعه المعرفه كانت ليست لم تكن صناعه بالمعنى الصحيح. لماذا حصل هذا التغيير؟ طبعا الانسان، المعرفه ملازمه للانسان، انه وجد منذ فجر التاريخ، والمعرفه ملازمه للانسان بدون شك. الانسان لا يستطيع ان يعيش بدون معرفه كما نعلم. ولكن المعرفه اضحت صناعه منهجيه، لا بل اعظم صناعه موجوده في العصر الحالي. لماذا؟ لماذا اضحت اعظم صناعه او اكبر صناعه موجوده في العصر الحالي؟ كيف ولماذا اضحى العلم الصناعه الكبرى؟ ليس فقط صناعه كبرى، الصناعه. وما هي مكونات هذه الصناعه؟ وما هي الياتها؟ وما دور الخلق والابداع في انتاج المعرفه؟ المعرفه تنتج انتاجا، علينا ان ندرك ذلك. المعرفه تنتج انتاجا اجتماعيا ضمن مؤسسات، شانها في ذلك شان السيارات والطائرات والاسلحه والنفط وما الى ذلك. لكن ما هو دور الخلق والابداع في انتاج المعرفه في هذه الصناعه؟ وما هي ايضا اسس الممارسه العلميه وقاعدتها ومشتركاتها؟ فاريد ان اتكلم عن صناعه المعرفه بالعلاقه مع الخلق والابداع من جميع جوانبها. واقوى واقع عندما اتكلم عن المعرفه، نحن نعرف ان هناك اشكالا متنوعه من المعرفه، ولكن انا اريد ان اركز على ما يسمى المعرفه العلميه، اللي هي اكبر صناعه بالمعنى الصحيح، وبالذات في العلم الدقيق، صناعه العلم الدقيق. ماذا اعني بالعلم الدقيق؟ لا اريد ان ادخل في التعريفات المتنوعه، ولكن انا ساعرف العلم الدقيق بهذه الطريقه، ثم سارتكز الى هذا التعريف بالكلام عن صناعه المعرفه. انا ارى ان اساس العلم الدقيق هو هذه العلاقه الجدليه ما بين نمط معين من التنظير، اسميته تنظيرا مريض، ما في مقاييس، مش المريض هاي طبعا، المريض، ما في مقاييس، نمط معين من التنظير يحترم اقترانا جدليا بالتجريب والقياس. هذا ما اعنيه بالعلم الدقيق، هذه العلاقه الجدليه ما بين التنظير المريض والتجريب والقياس الدقيق. وبهذا المعنى
فالعلم الدقيق ليس ابتكارا غربيا وليس ابتكارا اوروبيا، ولا اقول ذلك مفاخره قوميه، وانما في الواقع نحن الاصل ان نكون موضوعيين وان نرتكز ان يكون لمراسنا الحقيقه لا تعصب ولا تحيز. ولكن اذا نظرنا